صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، العافية. أهلا وسهلا ياكم. تفضلوا إذا أكو شيء تفضلوا بالخدمة. نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سيدنا نشكرك أنه قبل نزور جنابك الكريم سماحتك. بالخدمة. أنا أحب بداية أنه أعرف حضرتك يا ريت أخوة زملائي الشيخ صلاح زيني من محافظة ديالة. أهلا وسهلا. سيد ياسر وتويت من محافظة بابل. أهلا وسهلا. الأخ مصطفى سند من البصرة. مرحبا. الحاج محسن مندلاوي من بغداد. أهلا وسهلا. الحاج حسن خفاجي من بغداد الكاظمية. أهلا وسهلا. السيد حسين السعدري من بابل، الأخ علي الساعدي من بغداد، الأخ هيثم الفهد من البصرة، أخويا ناظم الشبلي من الديوانية، والسيد عبد الهادي من محافظة النجف الأشرف، متحدث حسين عرب من بغداد. أهلا وسهلا، مرحبا. أول شيء سيدنا أنا أشكرك سماحتك، فرصة طيبة أنه نشوفك ونلتقي بحضرتك. بعد شو تريد؟ رئيس الوزراء انتخبك. أشكرك سيدنا. أنا يعني محظوظ أنه شفنا جنابك وحضرتك. تدري صح. إحنا العراق بآل الصدر يكبر، والحمد لله والشكر أنه وضع في العراق من يكون له رمزا ونقتدي به. فسيدنا الحمد لله أخوتك هؤلاء كلهم، والبعض منهم لم يحضر لظروف صحية أو خارج العراق. احنا تحالف العراق المستقل شكل هذا التحالف من كل محافظات العراق مثل ما جنابك تشوف، واعتقد انه هذا اللون اللي افرزته الانتخابات بهذا الوقت العصيب يعتبر شيء جيد. مورست الضغوطات، مورست كثير من الامور، ولكن الاخوة اصروا على ان يبقوا مستقلين وان يذهبوا بهذا الاطار الحقيقي ل عدم خيانة ناخبيهم وأصواتهم. بأمانة نقولها سيدنا، إحنا جايين إلى أب، وجايين إلى رعاية أبوية على رأسك، وخيمة العراق اللي متمثلة بسماحتك والمرحوم رضوان الله عليه السيد محمد الصدر. بأمانة نقولها، كان حامل العراق وكان له صوت كبير وجيد ورائع، ونعتقد أن سماحتك مو بس مكمل وإنما حفظت الأمانة. ونحن نتعاون معك، مع سيادتك، مع سماحتك، نكمل مشوار بناء العراق. كنا عراقيين ونسعى إلى بناء بلد حقيقي وواقعي وعراق، لا نكون نسمح بتدخلات الخارجية وأن يكون قراننا عراقي. وأنا سيدنا نائب سابق تدري جنابك، و كنت دائما أرى بعض الأمور التي تحصل إذا كانت من هنا وهناك، ونتطلع كشعبنا أن يكون قرارنا عراقي بحت. فسيدنا إحنا جايين هذا التطلع مالنا، وجايين نسمع من جنابك ونسمع رؤياك ونتناقش معك بالوقت الذي تسمح به سماحتك. وبعض الأخوة لديهم استفسارات مع حضرتك. بالخدمة. وتدري إحنا من اتصلت أنا بالشيخ أبو كاظم الإيساوي، قلت له أخوته والأب، وإحنا جايين الأخ كبير على رأسي يسلم رأسك. وبدأنا بزعيم التيار الصدري، وأنا أرد أقول جمل بسيطة بأمانة نقولها، كل التيارات الإسلامية لها تأثير اجتماعي، ولكن غالبا لا يكون لها تأثير بالقرار السياسي، عدا هذا التكوين الذي يختلف به نوعا وكما قال له تأثيرا اجتماعيا وتأثيرا سياسيا. ولم يحصل سابقا أن يكون هنالك بهذا الجزئية أن يؤثر بالطرفين بهذا الشكل. أعتقد كل ما فعلتموه تسبقون بعشر خطوات، ولذلك نتعلم. احنا الآن نتعلم من سماحتك الكثير من الأمور، واليوم حابين نكون سند
بمساعدتك أن نخطو خطوة لانفتاح الانسداد السياسي الذي يعصف بالعراق. سماحتك سيدنا أحرص من الجميع على أن تكون هنالك رؤية سياسية حقيقية ومشروع سياسي حقيقي. لذلك الكل متطوق إلى أن يسمع من جنابك اليوم الكلام اللي طروحاتك في الموضوع السياسي إن شاء الله سيد. شكرا جزيلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الترحيب بكم وأهلا وسهلا بكم، الحقيقة هذه الجلسة يجب أن لا تكون سياسية بقدر أن تكون وطنية عراقية لمصالح العراق الأعم، وليست مصالح حزبية أو شخصية سياسية. ولذلك هذه الجلسة ليس لأجل تحالفات وتكتلات وتشكيل حكومة، وإنما لأجل الدفاع عن المستضعفين، لأن الحقيقة هذه الانتخابات أفرزت في شيء جميل ومهم أعتبره، وهو ظهور طبقة من المستقلين أكثر من قبل، ظهور طبقة من المستقلين على حساب المتحزبين. المتحزبين قلوا والمستقلين كثروا، وهذه صورة جميلة بالنسبة لي، أعتبرها جميلة أكثر من جميلة، لكن هناك من يعتبرها مخيفة له ولحزبه ولجهته ولانتمائه. أنا لا أعتبرها كذلك، بالعكس صورة جميلة وعكست شيء جديد على العملية الديمقراطية، وحسنت من صورتها القديمة، كانت حكرا على بعض الأحزاب والآن ليست حكر على تلك الأحزاب. بس المشكلة الكبيرة اللي راح نقع بها، أو مشاكل بالأحرى، تدرون كل شيء إلى وجه حسن ووجه خلينا نقول مو سيء، وإنما مو حسن على أقل التقادير. أولا وهو نادر، وأنا ليس الطعن وإنما من باب النصيحة، شراء المستقلين. هناك بعض الأحزاب تسعى إلى استمالة هذه المستقلين، أما بالترغيب بالمال وما شاكل ذلك، وأما بالترهيب، وطبعا هي ولو مو لطيفة، المستقل ولد الخايبة يخاف، ما عدا ظهر، ما عدا ميليشيا، ما عدا كذا، ما عدا جناح مسلح، من يدافع عنه؟ ما حد يدافع عنه. فشي يصير المشكلة الثانية هي أنه راح يأخذون أصواته وراح يصعدون من بدلا منه متحزبين من أي جهة كانت، وهذا ما الآن يحدث فعلا، وأنه التعدي على المستقلين والتعدي على أصواتهم لإسقاطهم من الانتخابات أو إخراجهم من الانتخابات، خلينا نقول على حساب وصول بعض المتحزبين، وخصوصا الطرف الذي يعتبر نفسه خاسر. وأنا من هنا وأمامكم أرفض هذه الطريقة رفضا قاطعا، وأحب أن أوصل معكم إلى حل مناسب تنتفع به جميع الشخصيات المستقلة وتحفظ كرامتها وتحفظ أصواتها. بس مع ذلك لعله هذه بالنسبة للنقطة الثانية هينة، أنا لا أريد أن أخوفكم، لأنه بعض
الجهات السياسية لا تتورع حتى عن القتل، لأنه إذا تمطيت صوتك بالفلوس بالضغوطات وين توصل عملية، خصوصا أنه هذه الانتخابات في هذه الفترة شبيهة اللي إذا سقط واحد يجي مكانه من طرف آخر اللي هو أقرب واحد إليه. فإذا لم تسقط بالشراء بالمال والترهيب والترغيب راح يصلون إلى درجة القتل. ولذلك أنا أيضا من هنا أطالب بحماية المستقلين وبالدفاع عنهم وبحماية أصواتهم، وأن لا يكون هناك تعدي عليهم لا بالقتل ولا بالتهديد ولا بالترغيب وما شابه ذلك. وأنا مستعد لأن أقدم أي خدمة بهذا الخصوص. وجود المستقلين في هذا البرلمان وكون أغلبهم يرغبون أن يكونون معارضة، ما أغلبهم أو أكثرهم أو قسم منهم يرغبون بأنه يتخذون موقف المعارضة ولا يدخلون إلى الحكومة، وهذا هم أيضا شيء جميل، لأننا لازلنا نرغب بأن تكون هناك حكومة أغلبية وطنية وعليه جهة موالاة وجهة معارضة. ويجب أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى ما بين الموالاة وما بين المعارضة، لأنه أنا في المرحلة القادمة أريد أن يكون للمعارضة صوت فاعل، ويجب أن يؤخذ بصوتها وبمطالباتها، وخصوصا إذا كانت وطنية غير فئوية غير طائفية وما شابه ذلك. وعليه الفسيفساء الجديدة من الموالاة والمعارضة يجب أن تكون موحدة من أجل بناء الوطن وليس من أجل الصراع فقط، أنه أنت موالاة فأنت مو زين وأنت معارضة فأنت مو زين، لا، ماكو شيء، مو لأجل التسقيط وإنما لأجل البناء ومن أجل الإعمار وخدمة العراق وهيبة العراق وسيادة العراق واستقلال العراق، وأن لا يكون تبعا لأحد. مثل ما قلت قرارنا عراقي ويبقى قرارنا عراقي، لا نأخذ الأوامر من خلف الحدود إطلاقا. وهذا التعاون سيضفي على العراق صورة جميلة، وسيكون الشعب بأمان ويقدم له الخدمة حسب ما يشاء. وأنا من ناحية هذه قلت اللي أريده، وإذا عندكم أي سؤال أي استفسار أي مقترح أنا بالخدمة بالخدمة. سيدنا علي شوي تعبك اليوم بالخدمة، الله يحفظك سيدنا. عفو، احنا جنابك تفضلت انه المستقلين تعرضوا الى ان يدفعوا فاتورة الاحزاب السياسية وفاتورة الترضية السياسية. صحيح. فقدنا 2 من اعضائنا في تحالف العراق المستقل، وذهبنا الى السيد فائق زيدان وتحدثنا معه. بامانة اقولها ما حد يعني ما عدا السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى هو كان يعني بلسم لقليل من جراحنا، ولذلك احنا سيدنا التجئنا الى ان نكون نزور سماحتك يعني نتناقش ببعض الرؤى السياسيه. يعني جنابك تفضلت بمستهل حديثك تقول انه لا تكون الجلسه سياسيه، ولكن العراقيين كلهم سياسيين سماحتك. فجنابك تطرقت الى ان هنالك معارضه وطنيه وموالاة. فسيدنا احنا بالنسبه ان كتحالف العراق المستقل ما عندنا مشكله ان نكون بهذه الجهه او بهذه الجهه، وليس لدينا اي اعتراض على الجهتين، ولكن اللي يشكل حكومه اغلبيه وطنيه شامله يجب ان تتنوع بها جميع التكتلات او المكونات العراقيه، وايضا المعارضه يجب ان تكون منوعه بكل المكونات العراقيه. صح. فلا ضرر في ذلك سيدنا، ولكن انت اب وخيمة الوالد رضوان الله عليه هي الموجودة، احنا نستحلفك بها وبعمامة رسول الله ان ترعى مشروعا ابويا في العراق. ما نقول انه احنا رايدين شيء من الحكومة، لا ابدا سيدنا، احنا ما عندنا مشكلة ان نصوت بلا منفعة وان لا نكون محاصصة ولا و و و الى اخره، لكن شريطة
أن يكون هنالك مشروع وطني حقيقي يرعى أبوية التيار الصدري، ويكون هو تدري الأب يسامح، والأب هو من يعطي، والأب هو من يكون يعني محاورا، والأب هو من يكون متقدما. يسامح من؟ يسامح الكل يعني. أنا ما أقول إحنا حتى لو إحنا قد أكون أنا أخطأت بحقك. لا حدد أنت. أنت البارحة مسامح واحد تجاوز على مرجع ديني، وهو مرجع إن كنا يعني مو فقط إلى والد سيادتك. أنت متسامح. أنا ما أقول شيء، ولكن أقول أنت الأب. أتمنى أن أكون قد يعني ما أثرت حفيظتك في كلمة معينة. لا مو بس أستفسر أكثر يعني. سيدنا العراق أغلى من الكل، وأنت تعلم، وأنت ضحيتم ما ضحيتم من أجله، وما زلتم، وهذه اللحية البيضاء قد أبيضت من تضحية العراق. بس إحنا كان ما هيك كل 4 سنين عندنا انتخابات، طبعا انكسرت صارت كل سنتين، يجوز تصير كل سنة وتصير كل 6 شهور ما أدري. المهم كل 4 سنين خلينا نقول نتعارك، سنحكي على الشيعة عفونا من السنة والأكراد، نتعارك 24 ساعة، هذا يرد وهذا ياخذ وهذا يحكي. من تجي الانتخابات نريد شنو نسوي؟ نئتلف ونتوافق. طبعا حتى بين السنة والشيعة ارهاب ارهاب ارهاب، وطق واقتل اقتل، بعدين تجي الانتخابات وهذا بعثي وهذا كذا، وتلقاه شو اسمه متحالف وياه وقاعد وياه. انا هاي ما استسيخها اصلا، ما اريدها نهائيا يعني، بالاحرى جزعت منها، جربناها وملينا منها. انا اجد الحل الوحيد بانقاذ العراق انه يكونون حكومه اغلبيه وطنيه وانا اكون معارضه، او انا اكون حكومه أغلبية وطنية وهم يكونون معارضة. أما أن أشترك بخلطة عطار ما أشترك، كافي لحد الآن كافي. جربنا مرة مرتين خمسة كافي يعني، ما نجحنا ما صارت نتيجة. ليش نتعالى على يعني على شعبنا، وشعبنا إرادته هو شيء واحد، وهنا حكومة أبوية ذات أغلبية وطنية تحكمها وتخدمها. نظل بعدين هم هذا تعال اعطيني وزير، وتعال اعطيني مدري كذا، وقسمة كعكة ما حلوة، فشلة أصلا صارت معنا، حتى تفشلنا قدام العالم فضلا عن شعبنا. أنا هذا رأيي، ما أدري إذا عندكم رأي آخر أنا أحترمه، بس ما أشترك بحكومة ائتلاف وطني أو شو يسموها ما أدري، تآلف مدري كذا، أنا ما أشترك. توافقية توافقية ما أتوافق، أصير معارضة أحسن، وأبني الوطن بخارج الكواليس إنجاز التعبير، مو داخل الحكومة، ما عندي مانع أبني الوطن بطريقتي الخاصة. طبعا ما أنا أدري إذا أنا بالحكومة خافون بالتيار بالحكومة، لأنه راح كذا وكذا يفعل ويعمل، إذا بالمعارضة هم يخافون منه، مثل أبو المثل يقول مثل بلاع الموس، تبلع تنجرح طلع تنجرح. بس هذا بعد هذا التيار وهذا وضعه من العراق وإلى العراق. أما أنا أرضى أن أكون تحت وصاية خارجية هم أرضى، مستحيل. أنا وإن كان مو لطيفة مراجع ما أخضعت لهم، فضلا عن أنه الدول تعال أخضع لهم. أنا خوب تقريبا 15 سنة بإيران أروح وأرد وأرجع، هناك أقول لهم الحق قدامهم، قدام أكبر سلطة أو أقل سلطة، ما عدي ما أخاف. رحت للسعودية قلت لهم العراق يبقى مستقل وذات سيادة، أنا جيتكم يا سعودية مو لأنه أنا اللي أصير تابع لكم ولا أنتم تابعين لنا، إحنا جيران ونتعاون، إيران كذلك، باقي الدول كذلك، أمريكا وقفت ضدها مو لأنه هي مثلا كذا وكذا، بس لكونها محتلة تريد إخضاعنا، ما تريد إخضاعنا مثلا غير شكل أتعامل وياها وهكذا. بس مال أنا أتأح يعني تصير حكومة توافق، أنا هذا رافض رفضا قاطعا وآسف يعني. وسيدنا احنا كان عندنا فكرة انه المستقلين كلهم يصيرون بتجمع، مو تحالف، تجمع يعني، حتى الأخوان في شرقة كانون امتداد، ونحن أيضا نكون في تجمع ونذهب في إطار وين ما تريدون، ها بالإطار بالغير إطار كيفكم. لا سيدنا ايه مو مشكلة يعني، من يمي لا تشيلون هم، انت قرارك يمك،
تجتمعون مفرد شخص شخص، مجموعة مجموعة، وتتحالفون تتوافقون ويا هالطرف ويا هالطرف، كله تبقون على راسي واخوتي واصدقائي، ما لا تشيلون هم 100% سيدنا، تريدون وياهم اهلا وسهلا وعلى الراس. نتشرف سيدنا، احنا باقين في الوسط اخوتك، وبامانه اقول لك احنا مستقلين، وبصراحه اقولها اكثر، نوبات تعرض الاشياء اللي جنابك ذكرتها، لكن تدري جنابك احنا مو للبيع، احنا ما ان ثمن وان قيمه، مثل ما الاخوه في التيار كانوا يعني نتنومس بادائهم النيابي، بامانه اقول انا كنت بالدور الرابع زملائي، وكانوا من افضل الدورات اللي ادت نيابيا اللي كنت انا يعني اصدقائي يعني. ممنون. فلذلك سيدنا احنا باقين بالوسط، المستقلين وباقين. تتضرر بالوسط ترى، يعني احنا يعني انا مو بالوسط، مو اقصد انه كنت تنتمي الكتله، وانما حدد موقفك. يعني انا اسف للصراحه، انا اطلب منكم كمستقلين، مو فقط انتم جميع المستقلين، انه ترفعون اصواتكم بالمطالبه بحكومه اغلبيه وطنيه، لان انا اجدها الحل الوحيد. مال تعال قاسم كعكه، لا ترجعون لنقطه الصفر رجاء، ما اريدك تدعمني الي ولا لمطالباتي، انا اريد تصير الحكومه اغلبيه وطنيه مطلب شامل، راي عام، راي سياسي عام، لا يصير بس المقتدى يطالب بيها. فاذا المستقلين طالبوا بها، الاكراد موافقين ضمنا عليها، السنه موافقين عليها، بعضهم مو كلهم، راح يصير راي عام، ما يصير راي خاص، وبالتالي هذه الحكومه تنفع العراق اكيدا اكثر. قسما بالله وزارات تنشر كل سنه، ومناصب وكراسي ومدراء ووكلاء، من اجل شنو؟ من اجل الوكيل والمدير والوزير يحصل مغنم، مو الشعب. ترى اليوم المستقلين انتصروا انتصار كبير، ترى اذا انخرطوا بنفس هذه المعمعه بعد ما يحصلون ايضا اصوات في قابل السنين، اذا وجدت انتخابات اصلا. حسنوا من صورتكم امام شعبكم بمطالبات جديده، برغباتهم اللي يرغبوها الشعب والوطن. انا هذه نصيحتي لي بعد لكم، بكيفكم بعد ما اعرف. سيدنا نصيحتك على راسنا، وهي النصيحه ممنون. الحقيقيه من اخ كبير وله باع في السياسه. الخطا من الشيعي افظع من الخطا من غير الشيعي، فالعقوبه عقوبه الشيعي تكون اقوى من عقوبه غيره، لأن هذا يمثل أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إن شاء الله هاي مو جلستنا الأخيرة، إن شاء الله نقعد وننسق ونعمل من أجل العراق، سواء كنا موالات، معارضة، توافق. أنتوا طبعا مو أني، أهلا وسهلا بكم في أي وقت وفي أي زمان ومكان وبالخدمة. طب إحنا بس عندنا طلب معك، إنه احنا رايدين المفوضية سيدنا، ايضا موضوع المفوضية بقراراتها ضد المستقلين بصراحة مجحفة وهجمة علينا بشكل كبير. نتمنى انه من سماحتك اخويا الشيخ انه هاي القصة هاي نقطة واحدة، وبعدين الشيخ كاظم يقول دازك مطار تنسيقي، احنا بصراحة احكيها، الاب قاعد والاخ الكبير قاعد وخيمة آل الصدر، هدفنا والله هدفنا الأول والأخير هو العراق مثل ما هو. إحنا الرؤية اللي بيناتنا نهر واحد، والشيعة مثل ما هو مو هنا المشكلة. المشكلة أنه أنت ما معناته هيك شيء، أنت اللي بحاجة إلى أن أدافع عنك، إلى أن أحميك، إلى أن أحمي أصواتك. أطار التنسيق عدة من يحمي، عدنا ناسة وعدة جنودة وعدة فصالة وعدة كذا. طبعا سمعت، يعني المشكله مشكلتك مو مشكله الاطار. لا صحيح، اطار يدبر حاله، انت خل دبر حالك. هو السيد انا صورتي حطوها بالجادريه للعلم، يعني اذا سمحتك يجوز هم ما مطلع على القصه، لانه حطوا صورتي وصوره اخوي علي الساعدي ورايا محمد بن راشد وثلاث ملايين دولار. معلوم معلوم. فسمحتك الاكثر ها بيت انضرب مثل ما قال اخوي ناظم، فما عنده مشكله. لا فاقول هسه احنا في قضيه مستقلين وحمايتهم وحمايه اصواتهم، الاطار تيار الكتله الصدريه عندهم من يدافع عنهم طبعا، ولذلك لا احد راح يتحارش بالكتله الصدريه ولا باصواتها.
ولا بأصوات الإطار ولا مأذنون، الذي يخاف عليه هو المستقلون فقط. فلذلك أنا دا أتكلم بهذا المنحة أو بهذا الاتجاه، ولا الإطار أن عملنا وياه وجاي نمشي إن شاء الله بطريقة تنفع العراق وتنفع الجميع إن شاء الله. إحنا نتمنى سماحتك لقاء مو الأخير إن شاء الله، وإن شاء الله مستمرين إن شاء الله بعد ظهور النتائج، وإن شاء الله بعد المصادقة إذا على رأي إن شاء الله لنا لقاء آخر، وإن شاء الله لنا لقاء آخر، ومشرفين بسماحتك اليوم. بالخدمة، شكرا جزيلا. بالخدمة إن شاء الله إن شاء الله. بس ترى هو تجمعكم أكو ضدع، يعني من يريد يفرق ويشتته، فانتبهوا زين. والمهم إحنا نظل على تواصل، شكرا لكم وآسف على إزعاجكم كثيرا، وإن شاء الله نتشاور في المستقبل. بالخدمة، ممنونين، الله يسلمكم، شكرا جزيلا.